الأم الشطرة ما بتغلبش. لو كريم ابنك مثلا بيحب البيتزا، هتحاولي تتعلميها بأي طريقة. ممكن تاخدي كورس طبخ في المعهد الإيطالي أو حتى في إيطاليا نفسها. ممكن كمان تكلمي الشيف حسام تسألي لو حصلت إنك تفتحي له مطعم بيتزا في البيت مكان الصالون، هتعملي كده. لكن الكلام ده في البيتزا بس. بس في حاجات تانية لازم نستعين بحكيمة. لو لا قدر الله كريم تعبان، ما ينفعش ابدا تجربي فيه، لانه هيبقى محتاج رعايه معينه. وهنا بقى بيجي دور حكيمه. نزل ابلكيشن حكيمه، وهتقدر في اي وقت تطلب ممرضين متخصصين يجوا لحد البيت باعلى كفاءه وفي اسرع وقت وبسعر مناسب. نزل حكيمه دلوقتي.